السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سمعنا خبر يأسف ياسر، كونه طفلة بالكهرباء نتاعها ما نقولوش، احنا نجم نقولوا شكرانا به، والبوليسية وقفوها. بون، الأمن عنده الحق باش يوقفها، أما مش يعملها بروفوكاسيون. شقاولك في عرفي تسبوا، شقاولك في السيباجي تسبوا، معناها عملوا بروفوكاسيون الطفلة هذه باش حطوهم في بيج. يلون بيجي، شو معناها يلون بيجي؟ معناها حب يغرقوها. هذا سيستم تاع بن علي قبل، فهمت؟ احنا اونسي ديباراسيت بن علي من الشيء هذايا، فهمت؟ معناها وزيد يصوروها بالتليفون، فهمت؟ وزيد يقولوا لهم باش يهزك في الباقة، فهمت؟ الطفلة شابة خرجت من السينة نتاعها، فهمت؟ ونسمع فيهم انا البوليسيه، واحد يقول لها عارف تسبوا، تقول له كذا وكذا تسبوا، انا ما نحبش نتكلم كلام السفاهه، سي باجي تسبوا كذا وكذا. معناها هذا سيستم نتاع بوليسيه اللي يغرقوا العبد باش يحطوه في الحبس، هي شكرانا يوقفوه وما يكلموهاش، ما يكلموهاش، ما عندهمش حق يكلموها. وقف خذ البرميل ووقفها وكلمها، ما تصورهاش زاده يا سيدي، ما عندكش حق تصورها، وما عندكش حق تعملها كيستيون تحب الباجي وما تحبش الباجي، فهمت ولا لا؟ تحب عارف يحكم فيها ولا لا؟ تحب سي فلان ولا لا؟ فهمت ولا لا؟ ما يجيش هذا، ما يجيش. العصر نتاع قبل هذايا، فهمت؟ كيما بن بريكا وقتها عملوا له لعبه، وفهمت ولا لا؟ والطفله معناها المراه اللي هبطت عليه وقال ضربني، فهمت ولا لا؟ حكموا عليه في الحبس ودينا تقلبت في فرنسا. هذا من اللعبات تاع بن علي. احنا عندنا بوليسيه معناها توا الوقت الحاضر جمهوريين، معناها ناطر يلزمهم، شو انسان فهمت ولا شارب، فهمت شو وانت تلزو باش يقول كلام خايب، فهمت ولا باش تلزوه تحطوه في الحبس وتمرمدوه. هذا مش دور تاع البوليسيه. البوليس وقت يوقف واحد يعمل له خطيه والسلام عليكم سيدي، ولا نحلوا المفاتح تاع الكهرباء وفات الحكايه وفات، اما تهزوه باش يقطروا له الدم وتسيبه وفات الحكايه. هذا القانون شو يقول؟ مش القانون يقول معناها تحب فلان ما تحبش فلان، تحب فلان ما تحبش فلان، تحب فلان. انا من يدا تونس، فهمت شو ولا لا؟ وما يلزمش يصير مسير هذا. شو تلزم الطفله تقول لها تحب باجي قاعد تسب، ما تحبش باش توصل تسبه، تحب فلان ولا ما تحب الغنوشي ولا ما تحبوش تسبه، تحب عارف ولا ما تحبوش عارف باش تسبه. شو الكيستيونير هذا؟ ستان كيستيونير معناها بور متر دودون، معناها البوليسيه ولا يجدوا في جماعه البوليتيك باش يلزوا الواحد سكران. شنو نورمال واحد سكران مش واعي نتاعو باش يتكلم كلام هذايا؟ هذا مش معقول في تونس يصير، فهمت؟ واللي يصور الفيديو هذا البوليس هذا مش معقول، هذا بيصير ما عندوش الحريه باش يصور الفيديو، عمره ما يمشي سيدي. انت قاعد تحرش في الطفله، فهمت انا؟ وتحت اداء عليها، هي سكرانه، هي مخالفه، ثم قانون يحكم عليها في المخالفه، نحيو لها البيرمي دو كومبيوت، نحيو واحد، هي مخالفه، فهمت ولا لا؟ مش تحكي معاها، تقعد تحكي معاها مش لسه تحب فلان وما تحبش فلان. يا اخي شكونك انت يا سيد؟ شكونكم؟ شو هذا البوليسيين مثقفين؟ عندكم الباك ولا ما عندكمش الباك بتاعكم؟ انا في الخارج في بلجيكا مش هكاك راهو يتكلموا العباد، راهو انسان وقت وقف واحد يعمل له اون امون، يعمل له اون امون سي تو سا ثلاث طلاق، ثم قانون نتاع سيركيلاسيون. ما يجيش هذا. سامحوني برك دقيقه خلينا نتسكر الواحد، فهمت؟ الشيء هذايا مش معقول بالكل. لازم تتعلموا كيفاش توقفوا العبد سكران. عندكم الحق توقفوه، عندكم الحق تعملوا له خطية، عندكم حق كل شيء. ها وانا وقفوني انا سيدي الجمعة الاخرى، وقفوني يا سيدي حارس المورو بالباك لا 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 الكاميرا هذيك، فهمت شو الكلام نتاع الفيتاس، معناها الرادار، فهمت؟ بورتابل، اي وقفت لهم. اش نلقى؟ فهمت؟ نلقى سي البوليس يوقف اللي يحب، فهمت شو ولا لا؟ كهرباء تجري قدام نتاع تاكسي ما وقفهاش، كهرباء نتاع لواش تجري اكثر واكثر. يا اخي تكلمت انا مش على خطيه 60 دينار، خلص 60 دينار. انا مخالف، صحيح مخالف، ما نتكلمش عن مخالفه، اما ولاو يوقفوا على حسب اللي عنده بي ام، اللي عنده كذا. هذاك كهربته في كده ما يوقفوش توا ثلاث سنين للتالي، فهمت شو ولا في الريبوليسيون؟ كيف وقف لي زاد البوليس جري وانا وكهرباء، كهرباء الاخرى شويه مش بيان، ما كان
كهرباء معناها مش حاجه خشينه ياسر. قلت له علاش وقفت مش وقفتش قدامي؟ قال لي هذاك ما راهش عليه شعتيني هذاك، قال لي ما راهش عليه شو خطيه. اما طبقوا القانون، القانون راه يطبق على الناس الكل، اللي يحرق في روج يطبق على الناس الكل، واللي يعمل مخالفه تاع فيتاس يطبق على الناس الكل، والخضار اللي يهز الخضر يطبق على الناس الكل، ويطبق على التاكسيات ويطبق على اللواجات هذوما اللي يحرقوا الفروج وموتها هاو في ماشين جندوبه واحد. شنو هذا؟ شنو توقف خاطر بيام والاخر خاطر واحد والاخر كذا كذا كذا؟ فهمت؟ انا حبيت والله حبيت نكتب شويه بالوزير الداخليه على الحكايه هذه. هو انا وقفوني داكور مخالف، انا نخلص ماشي نخلص الخطيه نتاعي واحد. مش هو معناها توقفوا على حسب الانسان، على حسب كرهبته، على حسب كذا وكذا. شو هذه؟ شو المخالفات هذوما؟ فهمت ولا جا هذا معناها لابوليس معناها جمهوري معناها نتاع 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 الجمهوريه التونسيه معناها ناتر يدوا ياتر. شو نرجعوا كيما الوقت نتاع بن علي احنا يعني نقعدوا نقدموا نوخروا. فهمت ولا؟ وسامحوني هذا الكلام كلمه الخلانيه على الطفله، هذا مش معقول، هذا مش معقول. هي غلطه داكور، اما ما تلزمهاش تقول كلام خايب على البوليتيك وتعملوا في كاستيونير. فهمت؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.